الصحفية الرياضية مراد المصري معي عبر الهاتف. مراد، ثنائية برشلونة الحالية لماذا تعتبر تاريخية؟ مساء الخير. طبعا انه عده اسباب. بالبدايه دائما انه مسابقه الدوري تعتبر هي المقياس الاساسي في تقييم اي موسم اي فريق، والقدره انك تحقق الثنائيه في ظل انا عدوك اللدود ريال مدريد بنفس التوقيت مسيطر على اوروبا وانت تسيطر محليا لها دلالات كثيره. ممكن هذا احد اهم الاسباب بهذا الموضوع. نعم، كثير من المحللين قالوا برشلونة هو ميسي وميسي هو برشلونة، هل تتفق معهم؟ ميسي هو نجم الفريق ولكن دائما وتأثيره كبير في برشلونة، لأنه لاعب لم يستطع أحد المنافسين إيقافه لحد الآن. يسجل بمعدلات مرتفعة للغاية في كل موسم. حاليا هو متصدر قائمة هدافي في الدوري الإسباني وفي على مستوى أوروبا. لا يمكن أن تجد لاعب أفضل من مردود ميسي لديك. ولكن برشلونة يحاول في كل عام أن يحسن، أن يتعاقد مع لاعبين جدد من أجل تجديد حيوية الفريق، خصوصا أن أنيستا سينضم إلى قائمة الراحلين. نعم، هل أثبت المدرب فالفيردي نفسه في هذا الموسم؟ أعتقد أن فالفيردي أثبت نفسه بالطبع فعلا، لأنه حسم تقريبا مسابقة الدوري مبكرا، ممكن من أول 4 أو 5 شهور كانت كل مؤشرات أن برشلونة أنهى المسابقة في توقيت مبكر للغاية. ممكن خسارة روما في لقاء إياب دوري أوروبا هي النقطة السوداء في سجل المدرب التي يمكن أن يتلافاها في حال استمر الموسم المقبل. نعم، الصحفي الرياضي مراد المصري كنت معي عبر الهاتف من دبي، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة.